هنا الشرق المغربية هجوميا حاضر، نور الدين مرابط، تسديدة يا للحد العاصر يا نور الدين يا مرابط، القائم يقف أمامك في كرة ولا أحلى، في كرة مغربية كادت أن تهتز الشباك الإسبانية بهدف ولا أحلى، هدف عالمي يا مرابط حرمنا منه في هذه اللحظات. أي حد هذا يقف أمامك يا مرابط؟ أي حد عاصر هذا يقف أمامك يا المنتخب المغربي؟ غير معقول هذا الحد الأسود. ترجع إسبانيا، معلش يا مرابط، معلش يا مرابط، خيرة في غيرة وقف أمامك القائم، ولكن لا تيأس يا مرابط، أنت رجل بحق، مقاتل بحق، رغم المعاناة رغم الإصابات. الله على هذه التسديدة، الله على هذه التسديدة، وشوفها يا دخية وتابع يا دخية، ليس فقط زملائك هم الأفضل لكن أيضا النخبة المغربية فعلا يتضم. وطيب في الشوط الأول هذه الإعادة، عيدها يا مخرج واستمتع بها يا مخرج، واستمتع بها يا مشاهد، حتى الإسبان يقولون حرام هذه لا تدخل، حتى